سعدنا بسمع صوتك واتصالك ببرنامج أمسيات الزلفي. أنا أسعد منكم وأشكر لقناة المجد تخصيص هذه الحلقة عن مدينة الغالية مدينة الزلفي، وأشكرهم على استضافتي لإعطاء هذه النبذة عن المحافظة، مع علم من هناك من هو أدرى وأعلم وأكثر معلومات مني. تواضعا منك وكلكم مكملين لبعض، حياك الله. موفقا في هذه النبذة. نعم، نبيك في البداية يعني تحدثنا عن حول الزلفي قديما وتضاريس المحافظة. أبشر. تفضل. لا طبعا تكلم الأستاذ حمود الشاي عبد الله حمود عن صحيح الزلفي وهذا الشيء، ولا بد من إعطاء الموقع الزلفي من حيث قربها من منطقة القصيم ومنطقة الرياض. حتى أبو حمود بنرجع له يعني، باقي ما استكمل حديثه. طيب اسلم. اللي عندنا الآن هو تكلم عن موقع الزلفي وأنها في موقع استراتيجي صحيح بين محافظة الرياض ومحافظة القصيم. نعم طبعا، وبيئة اللي ذكرتموها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدويش في وصف الزلفي وإعطاء صورة دقيقة للوصف، مع أنه قال القصيدة وهو في الهند وأعطى هذا الوصف. صحيح. كان هو رحمه الله متغرب في الهند وأرسل رسالة لوالده وأعطى هذا الوصف، قال واظن ما يحتاج ناصف الكدار، ما قف طويق حيها كديارة، شرقيها قورن كما المزن ظهار، وغربيها من نفاة الزبارة. ما شاء الله. فلو جاء مصور وأراد تصوير هذه الأبيات لا يمكن أن يلتقطها بحرافة. الله جميل. طبعا أنا قد اجتزأت ما قاله الأخ أبو حمود في الكفاية والوفاية، ولكن أعرج وأزيد على ما قاله. تفضل. إن في الزلفي معالم تاريخية وآثارية قديمة جدا، منها مثل سمنان. حلو. سمنان وهو واد في جبل طويق، وهو جاهلي وورد ذكره في كتب المعاجم والبلدان، فقد قال المرار يصف في ذلك، يصف الحمر الوحشية، يقول ظل في أعلى يفاع جاذلة يقسم الأمر كقسم المؤتمر، ألي سمنانا فيبسطها به أم لقلب من لغاط يستمر. الله الله. جميل ما شاء الله. وذكرها زياد بن منقذ العلوي وقال يا ليت شعري متى أغدو تعارضني جرداء سابحة أو سابح قدم، نحو الأميلح أو سمنان مبتكرا بفتية فيهم المرار والحكم. يا سلام. وقال الراعي النميري وأمست بأطراف الجماد كأنها أصائب جند رائح وخرائق، وصبحنا من سمنان عينا روية وهن إذا صادفنا شربا صوادفه. الله. ما شاء الله تبارك. أيضا منها أيضا عرعرة. عرعرة أيضا مثل سمنان لكنه أصغر وادي من سمنان، وكلا الواديين ينحدر غربا حتى يلتقي مع نفوذ السويرات. من المعالم الجاهلية القديمة الطرغشة. الطرغشة وهي تحت النفوذ، وهي يجتمع فيها الماء ما من وادي سمنان وما يأتي من الجنوب أيضا، وقد كانت فيها معالم بيوت قديمة جدا، لكن للأسف تحولت إلى مزارع واستراحات. من المعالم عين الزرة، وهي جاهلية وقديمة، وفوق العين ثلاث آبار جاهليات منحوتات في الجبل، لكن الآبار دفنت في آخر التسعينات الهجرية، ولعل المهتمين بالأثار يستعيدون تحويلها مرة ثانية بإذن الله. من الأثار في الزلفي قصير سعود، وهو جنوب الزلفي، وقد مر به وينسب للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد آل سعود رحمه الله في الدولة السعودية الأولى. من المعالم القديمة قصر ضبعان، وهو شمال الزلفي شمال علقة، وقد تحول استراعاته ومزارع، والمنزلة وهي من أقدم المحلات الزلفي سكنا في العهد الحديث، إذا قلنا يعني في العهد 900 وما فيها، وهي لبني تميم، وقد تحولت أيضا مثل غيرها إلى مزارع واستراحات. جميل أستاذ فرهود. أهم معالم التاريخية وليست كلها. جميل جميل، رائعة والله هذه اللفتة الطيبة. طيب. حول المعالم. أنا الآن أريد أتكلم عن نشاط أهل الزلفي قديما وعملهم. تمام، بشكل سريع تكفى كرما لأن الوقت شوي ضيق معنا. الله يسعدك. مش بغيت بس أقول أرجع على اللي تبي تقول بس بشكل سريع يعني لو سمحت. الله يبارك فيك. أهل الزلفي أهل نشاط ويعشقون الترحال، حتى أن أحدهم يقول
ما ادري افجر البرشه واروح للكويت، او يقول اروح لسبليها واروح للكويت. الله هم يعشقون الرحلات والسفر والترحال. جميل. طبعا هم اصحاب حضرات. أيوة. وجماميل. والحضرات هي عباره عن تجاره من العراق والكويت الى نجد. وايضا مهنه الجماميل، وقد كانوا هم الاسطول او نقول القوافل التي تقوم بحمل مؤونة التمر من الاحساء الى الرياض. كما انهم قاموا ايضا مع الملك عبد العزيز بحمل مادة السلاح له في بعض معاركه. ايضا اهل الزلفي قاموا بنقل الحجيج، كانت مهمتهم نقل الحجيج من العراق ومن الكويت الى مكه. ما شاء الله تبارك الله، جميل هذه اللفتة الرائعة استاذ فرهود. مر بها الرحالة طبعا. دقيقتين بس اسمح لي. اسلم. مر بها الرحالة الذين جابوا جزيرة عربية، منهم زلبي والكونيليل هاميلتون وباركلي روكير. ما شاء الله. ألف عن الزلفي كتب عديدة، من أول من ألف الأستاذ عبد الرزاق المسعود ضمن سلسلة هذه بلادنا التي تصدرها دياسة العامية لرعاية الشباب، ثم جاء بعده مؤلفون لا يسعبني الوقت ان اذكر المؤلفات. اي والله حتى انا بعد اعتذر منك لانه ما يسعبني الوقت. والله يا استاذ فرهود اعتذر منك اشد الاعتذار، والله ودي تكمل معنا نهايه الحلقه. بيض الله وجهك على هذا التحضير الرائع وهذه اللفته الرائعه، وانا ادري اني لو خليتك تتكلم عن الزلفي واهل الزلفي لخذيتنا نهايه الحلقه ولن يطلع الصبح ما خلصت. ما شاء الله تبارك الرحمن، هنيئا لنا بهذا الاتصال الرائع. اعتذر منك اشد الاعتذار عن ضيق الوقت، شكرا لك على هذه اللفتة. يسلم الأستاذ فرهود على هالمداخلة الجميلة، جزاه الله خير وهالإضافة.